اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد نهايه مباراه الافتتاح مصر وزيمبابوي. مصر تفوز على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل شيء في اداء متوسط، خلينا نقول اداء متوسط في يوم الحقيقه اجمل ما فيه هو حفل الافتتاح والمنظر الجمهوري الرائع الحقيقه طوال المباراه وقبل المباراه واعتقد كمان بعد المباراه. حفل افتتاح افضل من مباراه الافتتاح، هو ده عنوان اليوم النهارده، ولكن في النهايه يوم جميل، يوم رائع، الكل استمتع بهذا اليوم. استاد القاهره الحقيقه حاجه تفرح. لو حضراتكم تشوفوا التعليقات اللي مكتوبه من اخواتنا الافارقه اللي موجودين في القاره الافريقيه بالكامل على تويتر او على فيسبوك او على انستجرام، هتعرفوا قد ايه يعني ايه كلمه مصر، وهتعرفوا قد ايه ان احنا كمصريين فخورين جدا 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 بما حدث اليوم. وبرضه خدنا 3 نقاط وهو الاهم. خلوني ارحب